يا يا حنونا يا كنز الرحمة والمعونة أنت ملجأنا وعليك رجاءنا تشفعي يا عذراء وتحنني على موتى بجاه من شرفك على العالمين حين ظهر منك ظهورا مبين اطلبي منه للخاطئين المراحم لده أنتِ أمنا ورجانا أنتِ فخرنا وملجأنا عند ابنك اشفعي خطايا لا تهملينا يا حنونا يا من نؤتن كل نعمة بل خلص يا عبيدك بشفاعة أمنا العذراء مريم سيدة المعونات فليبارككم الثالوث الأقدس الله لا آمين آمين والروح القدس آمين هللويا ما أشهك يا ذكرى الأم القديسة ما أحلاك يا عذراء أم الكنيسة شعب غنى ملء الأفواه صلي عنا يا أم الله ف
فالأرض والسماء موج أعيادي. إقبالي يا عذراء حب الأولاد، هللويا يا أم الفدي. هللويا يا من أعطيت الكون معطي الحياة، استرض الابن عنا الديان الآتي. يرفع عنا السخط والحكم، يطلع منا الشر والظلم، يهدينا درب المجد درب الحياة. نتلو آيات الحمد للرب الآتي، هللويا صلي يا عذراء. ملك شميون حاصلا خلدا احطينا، آلوه قابل قربون خن ترحم علينا باصلوته. هلا معكم اخوتي بعيد انتقال أمنا مريم العذراء، نرفع الصلاة ونطلب شفاعتها ونحن واثقين أن شفاعتها قدام أبنا مقبولة. نطلب شفاعتها من أجل نفوسنا جميعاً، من أجل وطننا والعالم، حتى تبقى سيرة مريم العطرة صورة بقلب كل واحد منا، حتى نجرب من محل ما نحن، كل واحد محل ما هو، نعرف نشهد على مثالها، نشهد لمحبتنا الحقيقية ليسوع، نعرف نكون صادقين مثل ما هي عرفت بسيرة حياتها تقدم حبها للرب، حتى كل الصعوبات يلي واجهتها دلت تشهد لابنا إلهنا ومخلصنا، ما تراجعت، تجاوبها من يوم يلي بشرها الملاك ليوم انتقالها. هو إرث إيماني لإلنا لكل حدا منا، حتى نعرف نمشي على خطاها، حتى محل ما وصلت نحن كمان نوصل لنتلاقى معه بالمجد مع إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. بقداسنا اليوم إضافة لنواياكم نذكر المرحوم طانيوس ميشيل صغيب يلي فارقنا ببحر الأسبوع، ونذكر كمان المرحوم عبده وفؤاد وأنطون جوزفين أبناء المرحوم جرجي لبعينه، نذكرهم جميعا بقداسنا. وأكيد كل النوايا اللي بقلب كل واحد منكم أخوتي. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها المسيح إلهنا
أن نطوف بأصوات التسبيح مع أجواق رسلك القديسين، فنعظم ذكرى انتقال والدتك الطوبوية مريم. أهلنا بصلواتها أن ننعم معها عن يمينك في لقائك المجيد، ونرفع المجد والشكر بغير انقطاع إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا على الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. ارحموا ربنا لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى شمس البر الذي أشرق بنعمته من مريم الشرق العظيم، فأنار العالم كله بأشعته الإلهية إلى الولد المحتجب الذي كرم يوم انتقال أمه وبجل تذكار عن نقيب في الأرض والسماء. برخمو أيها المسيح الكلمة الله المزيح في حضن أبيك الأزلي، يا من شئت في ملء الزمان فولدت بالجسد من مريم البتول بنت داود، وتممت تدبيرك الخلاصي لأجلنا، لقد رفعت إليك أمك وتوجت ملي في الأرض والسماوات. ها نحن اليوم نكرم عيد انتقال المجيد مع الرسل القديسين الذين اجتمعوا من الأقطار البعيدة ليكرموها، ومع الخدام السماويين نهتف لها بأشرف الألحان قائلين: هل أمي بسلام أيتها الأم النقية والدة الإله الكلمة يا مقصورة الملك السماوي. هل أمي بسلام يا هيكل الروح القدس ومسكن الله الأعلى. هل أمي بسلام أيتها السلم الروحي التي راها يعقوب، بها يصعد الذين عبروا إلى العلا فوق سلطان الألم والموت. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا على عطر هذا البخور أن تمنحنا بصلواتها غفران الخطايا، وتهب الأمان للكنائس والسلام للأديان والعدد للشيوخ والنشاط للشبان والتربية للأطفال والراحة للمنتقلين المؤمنين. أهلنا جميعاً لملكوتك الأبدي في رفقة العذراء أمك القديسة وجوق الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين. برخمو ربو نرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. في انتقال أم الله
القديسات العذراء نحو أخدار السماء خلف الموت والأشبه أشواق العليا غنوا ملء الأفواه لابنها ابن الله طافوا اليوم منشدين أمة بار العالمين المولى الجبار منها إنسانا قد صار سبحان المعلي عيد انتقالها في الأربعات من عرش النعيم لف الجهات الأربع شمل الرسل قد جمع في القدس أوراشالم ضمتهم بشرى سر انتقال الأم العذراء مريم بطرس وافى من روما من أفسوس يوحنا من هند توما من أقصى ومن أدنى كلهم جاءوا باسم الحب السلام يمحضونها الإكرام جسمك الأنقى الأطهر يا بتول أم الله اختار فيه سكناه مبديع الكون الأكبر اليوم ذاك الجسم ذاق الموت حل من دنيا قام في الدهر الجديد في جوق النار والروح في المجد السعيد يا سعد الجسم والروح في انتقالك المجد يا عذراء طاب الحمد والتمجيد اقبل يا ربنا يسوع المسيح عطر بخورنا الذي قربناه في ذكرى انتقال أمك العذراء مريم القديسة أهلنا أن نكرم يوم عبورها من هذا العالم مع الرسل القديسين وامنح الغفران لرعيتك المحتفلة بهذا العيد فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد آمين قديشات له قديشات حيلتون قديشات لميوتو اترحم علي قديشات له قديشات حيلتون قديشات لميوتو اترحم علي قديشات له قديشات حيلتون قديشات لميوتو اترحم علي أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين من علية صهيون طفى الرسل الأحبة نحو بستان الزيتون شيعوا جسم العذراء كروبون سرافون شيعوا جسم العذراء من أظالم
إلى الزيتون للعرش تجل أضواء. تم قول المرنم في الأم العذراء مريم ارفع الباب تدخل أم الملك الأعظم. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا سيد. المجد لربنا سيد بولس والرسل، ولتحل بركة الله على القارئ وعلى المشاركين معنا من الآن وإلى الأبد. يا إخوتي، لتكن محبتكم بلا رياء، تجنبوا الشر ولازموا الخير، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، وبادروا بعضكم بعضاً بالإكرام، كونوا في الاجتهاد غير متكاسلين، وبالروح حارين، وللرب عابدين، وبالرجاء فرحين، وفي الضيق ثابتين، وعلى الصلاة مواظبين، وفي حاجات القديسين مشاركين، وإلى ضيافة الغرباء ساعين. باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، والتسبيح لله دائما. هللويا وهللويا. بالمجد قامت بنت الملك، والملكة عن يمينك. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة يقدم البخور إلى مراحمك. يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامع، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم. فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. والابن والروح القدس لله الواحد أمين. قال لوقا البشير: قالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى أجيال وأجيال للذين يتقونه. صنع عزاً بساعده، وشتت المتكبرين بأفكار قلوبهم، أنزل المقتدرين عن العروش ورفع المتواضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه ذاكراً رحمته لإبراهيم ونسله إلى الأبد، كما كلم آباءنا حقاً. والأمان لجميع. للمسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلامه الحق.
حيلنا للمسيح يسوع التسبيح والبركة. تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أخوتي، بعيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد للسماء، مدعوين حتى نتأمل بسيرة حياتها من اللحظة يلي بشر فيها الملاك للحظة يلي رفعت فيها بجسدها ونفسها إلى السماء، لأنه هي آمنت بيلي نقال لها من قبل الملاك. هيك قالت لها إليصابات: طوبى للتي آمنت بما قيل لها من قبل الملاك. طبعاً وقتها مثل ما سمعنا بنشيدها يلي أنشدته: سوف تهنئني جميع الأجيال، هي دعوة لنا اليوم حتى نفهم إرادة الله لنا. إرادته من البدء، من وقت يلي خلقنا على صورته ومثاله، لأنه أرادنا أن نكون من خاصته. وتجسد فدائه لنا أن بحسب إرادته لتكون لنا الحياة وتكون وافرة. مريم عرفت فكر الرب ودخلت بمشروعه من يوم يلي قبلت وقالت: ها أنا خادمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. مشيت معه بمخطط الخلاص، ومخطط الخلاص أن يقبل إليه الجميع فيخلصوا. مريم خلصت، لا بل رفعت إلى السماء بنفسها وجسدها، والله عصمها من وقت تكوينها بأحشاء والديها من وصمة الخطيئة الأصلية حتى تكون والدة الإله. وهي تجاوبت مع نداء الرب لإلها وعاشت كل ظروف حياتها وهي عم تعمل مشيئة الرب. مشروعها كان هو مشروع الرب، ما كان عندها مشروع خاص فيها، إنما تتمم إرادة الله بحياتها. لهيك ما تركت الخطيئة تلوث لها فكرة وقلبها وجسدها، وهيدا يلي جعل منها أنه تكون المخلصة الأولى يلي عملت إرادة الله بتجاوبها مع النداء يلي نهل لها. وما تهربت وقت يلي قال سمعان الشيخ: وأنت يا امرأة سيجوز سيف في نفسك. منشوفها واقفة عند أقدام الصليب عم تشارك ابنها الوحيد بآلامه وعم بتشجعه، مثل ما شجعها كمان الملاك أنه تمشي من اللحظة الأولى. قال لها: ما تخافي. كرمال هيك ما خافت لا قدام مقتل أطفال بيت لحم ولا بالهروب لمصر، وبقيت أمينة حتى الممات. وبيقول سفر الرؤيا: كن أميناً حتى الممات فتنال إكليل الحياة. منشوف أنه مريم انتقلت أكثر بالنفس والجسد إلى السماء وتمجد السلطان على السماء والأرض. من هون أخوتي خلينا نقول أنه مريم تبقى لألنا المثال بامتياز، نحن البشر يلي طبيعتها من طبيعتنا وطبيعتنا من طبيعتها. من هون هي اللي غلبت الشر، تغلبت عليه. وهيك بنكون عم نتذكر كلام الرب: لا تخافوا الذين يقتلون الجسد. العذراء بصعودها أكدت لنا حية الانتصار بأنه الله أقوى من كل شيء، الحب أقوى. بإخلاصنا ووفائنا للرب بنكون عم نتمم إرادته والغلبة ليلي بيطيعوا الرب بحياتهم. كرمال هيك أخوتي، وقت قال تذكر رحمته لآبائنا ونسله إلى الأبد، هي اللي كانت عم تحفظ كل شيء وعم تتأمل فيه. واشتراكنا اليوم بهالإفخارستية ذبيحة الشكر هو حتى نشكر الله مثل ما شكرته مريم. نحن عم نشكره على نعمة جسد ودمه حتى نكون فرحين بكل يلي حضر لنا إياه. نحن يلي عم نتذكر رحمته من جيل إلى جيل وعم نحفظها بقلبنا
خلي يكون مكانة ابنة مريم صورة واضحة قدامنا، هي اللي كشفت لنا المستقبل، هي اللي أكدت مثل ما تأكدت أيامتنا بأيامة الرب، تأكد لنا كمان انتقالنا على مثال انتقال ابنة مريم العذراء. إذا عرفنا نعيش بحسب وصايا الرب، نعم أخوتي بدنا ناخذ هذا الموضوع بواقعية، ونعرف إنه بده يكون في قلب طاهر عنا، بدنا نتكل على حنان الله ورحمته. هو يلي قالت كشف عن شدة ساعده، حتى المقتدرين عن العروش، رفع المتواضعين، أشبع الجياع خيرات، أرسل الأغنياء فارغين. عم تندهنا حتى نتشارك مع الفقر يلي عاشته، إذا بدنا نشارك مع بالمجد يلي عم تتمجد فيه. وإنجيل التطويبات يلي قالنا يا الرب طوبى لأنقياء القلوب، بدنا نعرف ننفتح كلياً على عطية الله. وهون عم نتأمل بعطية الانتقال، انتقال كل واحد منا إلى بيت الآب. مريم هي اللي منسميها أم الرحمة كمان، هي اللي عرفت قلن افعلوا ما يأمركم به بعرس خانة الجليل. اليوم نسألها شو بدك يا مريم وسط الظروف والمأساة يلي عم نعيشها فردياً وجماعياً بوطننا وبالعالم، بتقلنا مثل ما قالت للخدام بعرس خانة افعلوا ما يأمركم به. نعم يا أمنا مريم، هالانتصار الحقيقي يلي حققتيه هو الانتصار يلي بيدوم، منه مثل باقي الانتصارات يلي منحتفل فيها بعالمنا، انتصار بمعركة، انتصار بالرياضة، انتصار بأي نوع بهالحياة رح يبقى هون. الانتصار الحقيقي هو الانتصار على الخطيئة بحياتنا وعلى الموت، وهيك منكون نحن عم نمجد مثل ما مجدتي أنت ابنك بحياتك، يوم يلي كنت عم تصغيله وعم تتأملي بإرادة الرب بحياتك يومياً. أعطينا نعرف نحن المحتفلين بهالعيد، نعرف أنه أنت رفعتي إلى السماء، نعرف هالصورة الحلوة نحطها قدام عينينا حتى نعرف نتحرر من الخوف، من اليأس، من كل هالصعوبات، لأنه ابنك الوحيد هو مصدر رجاء لنا حتى ما نخاف من كل الضيقات يلي عم نتعرض لها. نعرف ما نرضخ لكل شر ولكل ميل منحرف، نكون أمينين حتى الممات لتعليم ابنك، حتى على مثالك نعرف النال المجد للثالوث الأقدس من الآن وإلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة الجديدة في الدهر الآتي. أمين. دحل تخمور ودبارين وبزادق وتخالفين قالوهن قبل قربون وخون اترحم علين باصلوطون
هللويا. قال الرب إنني الخبز المحيي، لاتي من حضن الآب قوتا للعالم. قابلاني حضن العذراء الأم الناقي، العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة. صرت فوق المذبح قوتا للبيع، هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هبلهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم سيدة المعونات في عيد انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء، ومار يوسف ومار مارون ومار شربل والقديسة رفقة والقديس نعم طلة والشهداء الطباويين المسابكيين والطباولة بيعقوب الكبوشي والأخ استفان نعمة. اذكر اللهم آباءنا وأمهاتنا، إخوتنا وأخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. نذكر المرحوم طانيوس ميشيل صغيب، كما وأنه لراحة أنفس عبده فؤاد وأنطون وجوزفين أبناء المرحوم جرجي اللي بعينه، وعلى كل النوايا اللي بقلب كل واحد منا، بنوى خاص على نية السلام بوطننا وبالعالم، حتى ربنا يعطي الحكمة والمخافة لكل الحكام الزمنيين والروحيين. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. يا منتقلة بموكب الحنان، ويا معطرة بالمر واللبان، يا منتقلة بموكب الحنان، ويا معطرة بالمر واللبان، عروسة الزمان جميلتنا، تضرعي لأجلنا. جميلة أنت يا مريم العذراء، بهية كنت مذ كان البهاء في كل زمان وكل مكان. يا أرزة لبنان تضرعي لأجلنا. نافور الرسل 12. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. سلام لك يا مذبح الله، سلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، سلام لكم يا إخوتي بالمسيح.
يعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة ومانة ترضي الله. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر لنا وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما، فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر لنا وإلى الأبد. آمين. محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوسا القوي إله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم. هوشعنا في العلا قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي. إنك القدوس واهب الخيرات، يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هودق ضمحة شودي لمعبد حي نسى باللحم بداو قديشوتو وبارخ قادش واخصويا بالتلمداو كدومان ساب أخول منه كل خول هونو ديني تاو فغرو دي دحلو فيكون وحلو بساقية متقصي ومتيهب حصو يتحوب والحاية دلعو لمعلمين. آمين.
أمزغوا من حمر ومن مايو بارخ قادش يا بلت المدى وكدومار سابش تاو منه كل خون هونو دني تاو دموت ديل دياتي قحداتو دحلوف يكون وحلوف ساقيه متشد ومتهب حصايد حوبه والحاية دا العالم حلمي آمين. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وإن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول أرحمنا أيها الآب الضابط الكل أرحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. مرهبا ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا. فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا وارسل الينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأت روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيري يا ليسون كيري يا ليسون كيري يا ليسون يجعل هذا الخبز جسد المسيح إلهنا آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا آمين. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد آمين. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار بولس مطراننا وأبينا مارجي وسائر الأساقفة المستقيمين رأي لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب يا رب ارحم. اذكر يا رب شعبك القائم أمامك لا سيما الذين قدموا هذه القرابين واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير لأنك الصالح كثير النعمة. نسألك يا رب
يا رب ارحم. اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله ليقيموا العدل ويحلوا السلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم في ذكرى انتقالها، والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ويوحنا المعمدان واستفانوس رئيس الشمامسة. أشركنا يا رب في صلواتهم، وأهلنا لنصيبهم، وهبنا أن نتنعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمين الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهبنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وأرحهم في ملكوتك، لأن واحداً ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموت واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. أمين. أمين. يا رب رحمة واشفق علينا، واقبل قرابيننا يا رحيم، وهذه الذبيحة تعالوا الخطايا كما قد رسمت بفضل عميم، كما قد رسمت بفضل عميم. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: بان الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرق الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبح الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي، من يتناوله واقبل البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر،
معكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أيها الرب الإله، أنت تقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. التسبيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا. من ربى لبنان طيري حلقي في رقيق الغيم واشي الزنبقي في عبير الورد ما يا عروس الروح أم المشفقين، حلقي عبر
نور السماء فوق عرش من ضياء ما يجم الفضاء وادخلي خدر العلا أتكي المعبود للصدر النقي وساليه الرفق بالكون الشقي. نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكلا لاسمك القدوس لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام. يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين باسمك الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأة غفرانا. آمين يا رب. وللمرضى شفاء. آمين يا رب. ولمنكسري القلوب رجاء. آمين يا رب. وللحزان عزاء. آمين يا رب. وللموت راحة. آمين يا رب. وللأسرى خلاصا. آمين يا رب. وللمسافرين رفيقا. آمين يا رب. وللبعيدين مرشدا. آمين يا رب. وللقريبين حافظا. آمين يا رب. وللبناننا السلام الحقيقي. آمين يا رب. ويمين رحمتك تبارك هذه البلاد وهذا الموضع وسكانه المؤمنين باسمك، اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم، يا رب انصر حكامنا المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومار يوحنا البتول ومار مارون وجميع القديسين. ينعاد عليكم بالخير وبظروف أحسن. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب، كرموها عظموها ملكوها في القلوب، قد تلالت وتعالت مالئة ضواها غروب، وهي قالت حين نالت فلتطوب ابن الشعوب. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب، كرموها عظموها ملكوها في القلوب، قد رآها واصطفاها رب كل العالمين، ووقاها مدبراها كل محزور يشين.
مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب. كرموها عظموها ملكوها في القلوب.